ينضم إلينا من دير البلح زميلي محمد أبو ناموس مراسل الغد. مساء الخير يا محمد، يعني أطلعني على جديد الأوضاع في المنطقة الوسطى وتحديدا في دير البلح وسط قطاع غزة، كيف تبدو يا محمد؟ نعم محمد، يعني الأوضاع هنا في وسط قطاع غزة تأتي استكمالا لهذه المذبحة الإسرائيلية وهذه الإبادة الإسرائيلية التي بدأت منذ 27 يوما بعد المئة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة، حيث تركزت الغارات هذا اليوم في مدينة أو في وسط القطاع على أهداف عدة كانت متفرقة ما بين استهدافات من الحربية الإسرائيلية وأيضا من طائرات الاستطلاع، إضافة إلى المدفعية الإسرائيلية التي لم تتوقف على إطلاق هدائفها باتجاه المواطنين على وسط قطاع غزة. نبدأ بالاستهدافات التي كانت من خلال الطائرات الحربية الإسرائيلية، حيث استهدفت الطائرات الحربية عصر هذا اليوم مركبة مدنية في مخيم النصيرات بالتحديد في مخيم جديد، ولكن هذا الاستهداف لم ينتج عنه أي من الإصابات. كان قد سبق هذه الغارة غارة أخرى على مدخل مدرسة أبو عريبان، وهي باتت مركزا لإيواء عشرات الآلاف من النازحين. هذا الاستهداف نتج عنه عدد من الإصابات، وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى وأيضا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات. إضافة إلى ذلك نتحدث عن استمرار استهداف الاحتلال الإسرائيلي من خلال مدفعيته منازل المواطنين في منطقة قرية المصدر وأيضا في مخيمي المغازي والبريج، وهي المناطق الشرقية لوسط قطاع غزة. وصلت هذه الغارات وهذه القذائف إلى منازل المواطنين وأيضا إلى مشارف مدخل مخيم النصيرات وهو المنطقة الغربية لوسط قطاع غزة. هذه الغارات محمد من شأنها أن تنعكس بشكل سلبي على الأوضاع الإنسانية هنا في قطاع غزة، وهنا التركيز على موضوع النازحين الذين باتوا تزداد أعدادهم، ونجد من يقدم لهم المعونة، لا الغذاء ولا الماء ولا أيضا الأغطية والألبسة. إضافة إلى ذلك نتحدث عن هذه الأوضاع الإنسانية التي تتفاقم شيئا فشيئا، ولهنا لا نتحدث عن وسط القطاع فحسب وإننا نتحدث عن كافة مناطق قطاع غزة، ولكن التركيز الأكبر في هذه المعاناة على منطقة مدينة غزة وشمالها، إذ أن الاحتلال الإسرائيلي انسحب اليوم من منطقة تل الهوى، وعندما وصلت الأطقم الطبية وأطقم الدفاع المدني للبحث في مكان تواجد الاحتلال الإسرائيلي وجدوا بأن هناك أكثر أو قرابة 100 شهيد قد أطلق الاحتلال الإسرائيلي من خلال قناصاته الرصاص عليهم، وجدوهم في شوارع مختلفة في مدينة تل الهوى. إضافة إلى ذلك أو منطقة تل الهوى إضافة إلى ذلك كان هناك استهدافات متكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على منطقة تل الزعتر، وهي المنطقة الشمالية لشمال قطاع غزة، أو بالتحديد المنطقة الشمالية الشرقية لقطاع غزة. وأيضا كان هناك استهدافات لمنطقة أو لما تعرف بمنطقة الرمال، حيث أن بعد هذا الانسحاب قبل الاحتلال الإسرائيلي أمس كان هناك وجود للطائرات الحربية التي قامت باستهداف تلك المنطقة بعدة صواريخ وأحدثت دمارا هائلا، إضافة إلى عدد من الشهداء والمصابين الذين أصيبوا جراء هذه الغارات الإسرائيلية. على أي حال الأوضاع الإنسانية صعبة، الأوضاع الإنسانية كارثية، تزداد تفاقما بالتحديد في المناطق الشمالية لقطاع غزة مع تفشي المجاعة بين صفوف المواطنين الذين لا زالوا يتواجدون في شمال القطاع. شكرا جزيلا زميلي محمد أبو ناموس مراسل الغد من دير البلح، شكرا يا محمد.